قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن دول الجوار الليبي عملت منفردة وجماعيا على دعم ليبيا وإجراء الانتخابات فيها وسحب المرتزقة والمصالحة الوطنية. وأشدد لعمامرة في افتتاح مؤتمر دول الجوار الليبي على أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق المقررات الدولية ومؤتمري برلين الأول والثاني بشأن ليبيا. إن انعقاد هذا الاجتماع يندرج كذلك في إطار تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية وكذا مخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني التي نصت في مجملها على ضرورة تمكين دول الجوار من الاضطلاع بدورها. بدورها أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلان منقوش أن أهم تحدي يواجه بلادها هو توحيد المؤسسة العسكرية ودمج الجماعات المسلحة فيها وإخراج المرتزقة. في المسار الأمني والعسكري يعد التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم، خاصة مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب دعم من شركاء ليبيا وحلفائها للعمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية ودمج المجموعات المسلحة وتأهيلها أمنيا أو مدنيا، كذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديدا ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بأسرها. تنضم إلينا من الجزائر مراسلتنا جهيدة رمضاني. جهيدة، نتابع معك مخرجات هذا الاجتماع وأهم ما تم التوصل إليه دعما للعملية السياسية في ليبيا. نعم جمال، لكن المخرجات النهائية سيتم الإعلان عنها غدا في ندوة صحفية، باعتبار أن هذا الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا يدوم ليومين، اليوم وغدا. لكن اليوم كان هناك إجماع من قبل كل المتدخلين على ضرورة الدفع بعجلة المسار السياسي في ليبيا إلى الأمام وضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في نهاية السنة الجارية. إذن العديد من المستويات تم اليوم التطرق إليها وضرورة استكمالها وضرورة الدفع بها إلى الأمام. المستوى الأول هو مستوى أمني عسكري، حيث دعا كل من تدخل اليوم منهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وأيضا وزراء خارجية تونس تشاد والنيجر اليوم أيضا دعوا إلى ضرورة الذهاب إلى حلول سياسية بعيدا عن الحلول الأمنية العسكرية وضرورة أن يكون هناك تعاون أمني بين دول الجوار، باعتبار أن استقرار ليبيا هو من استقرار هذه الدول وخاصة الجزائر جمال، التي يجمعها بليبيا حوالي أكثر من 1000 كيلومتر في حدودها الغربية. إذن اليوم كانت هناك كلمة خاصة لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تحدثت فيها عن دور الجزائر ودور الدبلوماسية الجزائرية في حلحلة الأزمة الليبية، خاصة باعتبار أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني في الجزائر. الأول كان في يناير 2020 وذهب كل من اجتمع في ذلك الوقت إلى ضرورة استكمال مسار سياسي ورسم خارطة طريق سياسية وإجراء انتخابات. نحن اليوم أمام حضور وزيرة خارجية في حكومة دبيبة التي أيضا تشهد إلى نوعا ما توترا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صارح، لكن دعا في هذا الإطار أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، دعا في هذا الإطار إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو الانتخابات والذهاب سريعا لانتخابات رئاسية. اليوم في مجمله كانت هناك تدخلات بهذا الشأن وأجمعت على استكمال مسار سياسي، خروج المرتزقة من ليبيا وضرورة أن لا يكون هناك أي تدخل أجنبي في البلاد لضمان أمن واستقرار هذه الجارة الشرقية للجزائر. من المنتظر جمال أن تكون غدا هناك ندوة صحفية في الجزائر في حدود الساعة 4 بتوقيت أغرينيتش، سيتم فيها الإعلان النهائي عن نتائج وتوصيات هذا الاجتماع التي لن تختلف في مجملها عن ما كانت تطالب به الجزائر ودول جوار ليبيا في الاجتماع السابق، وأيضا عن مخرجات برلين الأولى والثانية. شكرا لك جهيدة رمضاني مراسلة العربي من الجزائر.